ومن أهمها عقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمس مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. وجه سيادته بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في المحافظة للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في محافظة الوادي الجديد، موجها سيادته بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في المحافظة للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة. وقد قام اللواء محمد الزملوط بعرض مستجدات العمل في مختلف المبادرات والمشروعات بمحافظة الوادي الجديد في كافة المجالات، خاصة في قطاع الزراعة، والموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي وجهود تشجيع الاستثمار الزراعي، وذلك للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لا سيما القمح. كما تم عرض سير العمل في المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة للتوسع في إنتاج التمور بمحافظة الوادي الجديد، فضلاً عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، وكذا التنسيق القائم مع الجهات البحثية في مصر لزراعة النباتات العطرية والطبية وتوطين الصناعات القائمة عليها في المحافظة. واستعرض أيضاً السيد محافظ الوادي الجديد تطورات إنشاء المجمع الحكومي النموذجي المتكامل والمميكن بالمحافظة الذي يضم كافة المقررات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية، إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة. القوات المسلحة أصدرت بيان امبارح قالت فيه أنه في إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن فيها بعض العناصر الإرهابية، تم محاصرتها ومداهمتها، ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النار على قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والاشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل 10 أفراد من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة، وكمان تم القبض على عنصر مصاب قبل تمكنه من الهرب. في إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية، حيث تم محاصرتها ومداهمتها، ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والاشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل 10 أفراد من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة، عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات وكميات من مادة TNT شديدة الانفجار وعدد من الأجهزة اللاسلكية. وقد تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبط معه بندقية آلية وعدد 2 خزنة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة. هذا ويؤكد رجال القوات المسلحة على أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر. أيضا امبارح كان في أخبار كتير جدا، أهمها مشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، وتأكيده على أنه هيتم وضع خارطة طريق لتنفيذ الشراكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن. وقال الدكتور مدبولي أنه هيتم وضع خارطة طريق وخطة تنفيذية وإطار زمني واضح لتحقيق التنفيذ الفعلي للشراكة التكاملية دي اللي هتساهم في الاستفادة من المزايا التنافسية المتوفرة للدول الثلاثة، وده بهدف تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية اللي بتحتاجها مصر والإمارات والأردن. كمان امبارح قال رئيس الوزراء أنه دعم القيادة السياسية في الدول الثلاثة أسهم في فعالية المشاورات والمناقشات بين المعنيين والمتخصصين، وأسمر عن توقيع هذه المبادرة المهمة لدولنا الثلاثة وشعوبها. وقال كمان أن المشروعات اللي بيتم التوافق بشأنها هتخلق قيمة مضافة للدول الثلاثة وهيكون لها أثر إيجابي على الأمن القومي، وكمان هتساهم في تعميق الصناعة المحلية وتعميق أنشطة سلاسل الإمداد. امبارح رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عقد لقاء مع نظيره الأردني الدكتور بشر الخصونة، وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ثقته في أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية هتمثل فاتحة خير على البلدان الثلاثة. أما بالنسبة لجولة المحافظات فمعنا مجموعة من الأخبار المهمة للأحداث اللي حصلت امبارح في المحافظات، واللي منها توقيع عقد تمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 100 مليون جنيه في سوهاج، وتنظيم المؤتمر الوطني الأول للطلائع بمشاركة 500 شاب في الأقصر، وأخبار تانية كتير هنعرفها في هذا التقرير. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من الغربية اللي أعلن فيها الدكتور سيد جلال مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة عن نجاح فريق التمريض في الحصول على المراكز الأولى على مستوى فروع الهيئة في مجال تطبيقات الجودة. في سوهاج تم توقيع عقد جديد للتمويل متناهي الصغر بقيمة 100 مليون جنيه بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجمعية الإقليمية لتنمية المشروعات بسوهاج، وده في إطار تشجيع المشروعات ورفع مستوى المعيشة للأسر الفقيرة وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الأقصر أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تشكيل لجان لفحص وحصر الأراضي اللي تم حصادها ودرسها ولم يتم التوريد، وده علشان يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من لم يورد المحصول بحد أدنى 12 أردب لكل فدان. وقال أن الكمية الموردة لحد دلوقتي حوالي 18460 طن كيلو قمح بنسبة 54.3% من السعة التخزينية بالمحافظة. كمان امبارح في الأقصر تم إطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الأول للنشأ بقاعة مركز شباب البعيرات بالقرنة بمشاركة 500 من الطلائع بالمحافظة. تضمنت الفعاليات حلقات نقاشية عن ثقافة الحوار وتقبل الآخر وحقوق الطفل في الثقافة والفنون ورؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، وكمان دور الرياضة في بناء الشخصية.